السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم السيد زيناص من مدينه وهران. اليوم لدينا ايام اي اسبوع بلغتي الدنماركيه. فنبدا ايام اسبوع بلغه الدنماركيه. اونس داي حرف الشيء لا ينطق بالدنماركية. إذن لا ينطق. أونس داي. لدينا أسد في اليافطة. معلوم أن حرف الشيء باللغة الدنماركية ينطق يا اليافطة. الأحد صدى. لأن لا prononciation يعني النطق في اللغة الدنماركية نتجاهل بعض الحروف فتنطق صدى. يمكن نتجاهل الآن صدى ليأخذ صدى. الاثنان ماندا وهكذا عشان أنت كيف. ماذا جزء ماذا أن الأربعاء أنسى عفوا الثلاثاء ثم تغزى جوزا. جوزا الأربعاء أنسدا. الخميس توزا. خلال الجمعة فخايدة. أونس داي يوغدا أونس داي هي أيام أسبوع. يوغدا صدى ماندا تشوغزا Onza, Torza, and the last one is Haida. شكرا لكم ومرحبا بكم في تعلم اللغة الدنماركية مدينة وهران مع السيد زيناص. وشكرا للقاء. السلام عليكم.